السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوان مشاهدي ومتابعي القناة. اليوم جبت لكم كتاب أكثر من روعة، طبعا كتاب ثمين جدا. عودتكم إن شاء الله على الكتب الجيدة وبإذن الله ننزل كتب أكثر. الكتاب مقدم من شركة هيونداي، يتكلم عن نظام التكييف، نظام التبريد بالسيارة. يتكون الكتاب من 123 صفحة، كل ما يخص تكييف السيارة. يبدي من بداية تصنيع أنظمة تكييف الهواء بالسيارة، مصادر الحرارة، درجات الحرارة مثل ما تشوفون الفهرست. يعني مواضيع جدا جدا ممتازة بالنسبة للمبتدئ وكذلك للمتخصص المتقدم في تكييف السيارات. طبعا إذا اتبعت ما موجود بالكتاب أتوقع راح تفهم كل مواضيع التكييف بالسيارة. والكتاب نزلت رابطة بالوصف مال الفيديو، تدخل على الوصف وراح تتحول الى نافذة جوجل درايف. طبعا انت لازم يكون عندك جيميل او ايميل حتى تنزل الكتاب بصيغة PDF. تقدر الشغلة على الحاسوب وتقدر الشغلة على التليفون ويصير لك مصدر مرجعي. طبعا الكتاب شامل جدا، حتى يشرح المستشعرات، مستشعرات درجة الحرارة، مستشعرات الضوء، يعني مشغلات باب درجة الحرارة، مشغل باب الوضع، وكذلك يشرح الموسفيت، قطع الكترونية يشرح، والترانزستور. الكتاب ممتاز جدا، مقدم من شركة هيونداي مثل ما ذكرت، وإن شاء الله تعم الفائدة. وأرجو المشاركة والاشتراك بالقناة إذا عجبتكم هذه الكتب. طبعا أعتقد كتب ممتازة، وتصوري وبعض الأخوة يراسلوني يشكروني على تنزيل الروابط. وإن شاء الله بالأيام القادمة راح ننزل كتب أكثر، وإن شاء الله كتب تخصصية وكتب ذات قيمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.